الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب
هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادوا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزلكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا
ولا تدعوا شركاء
Oh.
لا تقتلوا يوسف وألقوه في
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ويكن
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ولقد معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ رأيتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قال الملك العزيز الآن حسن الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. سبحانه.